بس انا كنت بحس ان دي ماريا احسن من ميسي، يعني كنت حاسه ان دي ماريا دوره في الوينج يمين ولا شمال؟ شمال. هذه المفاجاه بقى اللي عملها بيلعب لوحده وطاير لوحده. وعلى فكره اول تغيير حصل الباك رايت بتاع فرنسا، او اللي هو سبب ضربه الجزاء، هو فاتح الطريق هناك. دي ماريا ماشي قدام وعايز ده، ما حدش كان بيهود. انا قلت هم ازاي سايبينه مش ماسكينه مش عامل له. هي رميس المفاجاه ان هو على طول دي ماريا طول البطوله بيلعب جناح وينج يمين. وينج يمين. فهو غيره هو راح ابتدى بيه وينج ليفت، فطبعا كان مفاجاه لمنتخب فرنسا. النهارده الخبرات برضك بتاع فريق الارجنتين كان ليه دور عامل كبير قوي. المدرب ما بيبقى عنده لعيبه عندها بدنيا كويسين وخبرات ما بقاش قلقان، عشان كده هو بيعمل التغييرات ما بتعملش فارق كبير. لكن دي ماريا النهارده ما خرج، هو اللي بدا عمليه التسجيل، هو اللي بدا منطقه الخطوره على مرمى فرنسا. هو دي ماريا النهارده في الشوط الثاني او في الشوط الاول هو اللي كان عامل حلقه الوصل بنص الملعب بالاطراف بين المهاجمين. هو كان هو مش عايز اقول بقى المعلم اللي موجود في الفرقه، لكن النهارده ادى بشكل كويس جدا، ودي تتحسب له. لكن اللي تتحسب له اكتر ان هو كان قاعد على الخط قاعد بيعيط قلبه هيموت، ودي تتحسب. حس ان هو لما خرج كمان أثر على البطوله بتروح منه. ماذا تعني هذه البطوله لميسي؟ ميسي كان طول الوقت الأرجنتينيين بيقولوا له مارادونا هو اللي جاب لنا الكاس، مارادونا هو النجم، مارادونا مارادونا مارادونا، كل الناس بتحب مارادونا. من 86 لم يحمل الأرجنتين الكأس على الإطلاق، 36 سنة. فكان وده نهاية خلاص، ميسي مش هيلعب تاني. وكان على طول جمهور مارادونا كان يقول لك ما دام ميسي ما خدش كأس عالم ما ينفعش نقارن مارادونا بميسي. دلوقتي خلاص احنا بنتكلم الاثنين ممكن يتحطوا في مرتبة واحدة، يمكن ميسي كمان بأرقامه اللي عملها في المباريات 1006 مباراة مش عارف 800 جون، يعني ارقام غير عادية. بعد كاس العالم أكثر. انت عارف انا ميسي ان كاس العالم حطم كل ارقامه، هو بقى دلوقتي 26 مباراة اكتر من واحد لعب، اكتر واحد عدد دقايق اكتر من مالديني، اكتر واحد هداف تاريخي صناعة اهداف اكتر من كلوزا ورونالدو، 21 جون. فبتكلم كل الارقام اتحققت، فهو ختام لي يعني ختام للكوره الحلوه. يعني اللي هو كان لازم ميسي ينهي بكاس عالم، علشان حرام ان يبقى 15 سنه قاعد متفوق بالفتره دي كلها وما ياخدش كاس عالم. امبابي